الفساد طبعا. موجود بكل مكان وبكل الدوائر، وين ما ترحي موجود صح. الفساد صح. انا رحت بدي اقدم لها بنت بنتي خريجه كليه اي، ورحت بدي اقابل وزير الداخليه ما يخلوني، يردون فلوس، يردون فلوس من عندي مين نجي، يردون فلوس حتى يخلوك تقابلين وزير الداخليه، يردون فلوس حتى يخلوك تقابلين وزير الداخليه. رحم الله والديك. زين ما خلوني، ما خلوني ورجعوني، والله اخذ التاكسي منا واخذت البنية وياي ورحنا ورجعوني. يا بنتي يا ابويا وين نروح؟ سووا لي مقابله لوزير الداخليه، يا بخلوني، خلوني بس اقابله، كان يقول ما يصير، ما يصير تقابلين، لازم عندك موعد وعندك هذا. زين شلون؟ شلون احنا يعني وين نروح؟ علينا نروح بعد، علينا ننطي وجهنا، وين طيب نروح؟ طيب انت ببغداد ما حاولتي توصلين للجهات المسؤوله مثلا المحافظ، يعني خلينا نقول اللي اقل درجاته اقل، يعني اللي انت عارفين هي كل مسؤول عنده الكثير من المهام اللي يقوم بها، فشويه صعب يقابلون اي كل المواطنين، لان يعني مشاكل المواطنين هوايه. بس والله قاعدين دي يقابلون قسم، قاعدين هناك بالوزاره. زين اكو فد يعني فد طوج فد موعد، موعد معين من الوزير الداخليه، هذا هو بس استثناء داريد من الوزير الداخليه. يوصل صوتك اليوم ام علي، يوصل صوتك من يومكم على الجهه انتم البرنامج مالتكم ان شاء الله، يوصل صوتك اليوم يعني لوزير الداخليه، وخلي يسمع وزير الداخليه انه دا يطالبون بمبالغ ماليه حتى يوصلون للوزير، مجرد انه دا يردون من عنده يحل مشاكلهم. وبما انه دا تذكر المواطنه انه هم دا يقابلون فعلا ودا تصير هناك حلول، فنتمنى انه توصل هذه الحلول لكل المواطنين، لان معاناه الناس ما دا تخلص، الناس تعبت، مشاكلها كثرت وما دا تخلص من الحالات المأساويه اللي دا تصير بيها.